إلهنا، نطلب حضوره في بواسطنا بهذا الصباح. نشكره على ميلاده. إلهنا الحبيب، شاكرينك على ميلادك، شاكرينك على كمان مرة منيجي منحتفل مع بعض في هاي الذكرى العظيمة. إلهي شاكرينك على كل شخص موجود هون. إلهي شاكرينك على الوحدة اللي أنت بانيها فينا. إلهي إحنا منآمن إنه ميلادك يجمعنا، ميلادك بنطينا تكون كنيسة واحدة. إلهي شاكرينك على إنك اخترت بالوقت المناسب تيجي تعيش بناتنا بعدين عشان تروح على الصليب تتمم فدائك العظيم. نسبحك ونهديك كل المجد من الآن وإلى thank you.
قال له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهودا لست الصغرى بين رؤساء يهودا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدم حتى جاء ووقف فوقه حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا.
مرة. مكتوب: وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة من عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو ذا إليصباط نسيبتك، وهي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرة، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هوذا أنا أمة، وذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقول. آمين. ابنك الحبيب يخلص.
كل سنة وأنتوا سالمين. بحب أشارككم بقراءة من إنجيل لوقا الأصحاح الثاني والأعداد من 8-14. بيقول: وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين مع بعض: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر. خلينا نوقف مع بعض. ترنيمة بتقول هللويا يا شعب الرب. خلينا نفرح مع بعض، نفرح بميلاد يسوع، نفرح بخلاصه لإلنا، نفرح بوحدتنا مع بعض. أمين. لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي: أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان بدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. Thank you.
والكلمة صار جسدا دخل أحياءنا وحل بيننا لنرى مجدا قد تراءى فوق كل ظلام شائك وحالك. فصار المحبة إنسانا بلحم ودم وتجول في أوساطنا ليبشر المساكين المحتاجين الخطاة والعشارين باعثا أملا ساطعا يعلو فوق كل خيبة وذل. من قش وتبن إلى تاج من الشوك وصليب فيه احتضن الجميع بيديه المفتوحتين ودماء جبينه ليتوج ملكا جليلا مهوبا وبهيا. ذاك الطفل غير العادي الذي اقشعرت كل الأذهان مجيئه وأرهب جميع الملوك وسجد له كل الرعاة والمجوس. هل تقبلنا العطية وتسمح لميلاد المسيح أن يدخل عبر باب قلبك ليشع فيه أيضا؟ لعمت بخير. أمين أمين. بينما الأولاد عم بيستعدوا حتى يروحوا لبرنامجهم، الأولاد اللي معانا في الاجتماع هون بيقدروا يحضروا حالهم عند الباب هناك جنب رانيا. أخت رانيا رح تعمل برنامج ومجد، بس خليهن يوقفوا هون معانا شوي بينما منستمع لمعزوفة عزف قصير من جوزيف عنان عقيطة. تفضل الأولاد تقدروا توقفوا هناك جنب المعلمي. تعال جوزيف نوقف نسمع. تعال تعال هنا. الأولاد يستعدوا في الكنيسة حتى يروحوا لبرنامجهم الخاص. خليكم بس واقفين تسمعوا عزف. شكرا كثير جوزيف. تقدروا الاولاد تتفضلوا لاجتماعكم مع ايرانيا ومجد. شكرا لكم من اطفال من افواه الاطفال واناملهم اسست حمدا. هو خادم وخدام، هو قسيس ومحاضر ومعلم وباحث معاصر، هو أب لثلاث أولاد، اسم واحد منهن مناسب لموسم الميلاد، عنده أخو وأخت في أستراليا وأخو في النرويج، متجوز من مديرة دار الكتاب المقدس في الجليل الأخت دينا كتناشو. نستمع مع بعض ونتشارك ونتعلم من رسالة الرب لإلنا. تفضل أسيس حنا كتناشو. أهلا
الجميع. كل عام وانتم بخير، ونعمة المسيح تبارك حياتكم وتكون معاكم. بحب انه نرفع قلوبنا في الصلاة للرب، لانه من غير ربنا يسوع ما بنقدر نتحرك ولا سنتي، لكن بنعمته بنقدر دايما انه نتقدم في الملكوت. خلينا نصلي مع بعض حتى نرفع قلبنا للرب. ولد يسوع، ولدت البركة، جاءت المحبة لتسكن في أرضنا، في عالم الكراهية، في عالم الظلام أشرق النور، في عالم الحرب أشرق السلام، في عالم الإشحاف جاءت العدالة لتسكن في وسطنا. لمست الله، لمست أجسادنا المتكسرة المجروحة، جاء الطبيب، جاء اللطيف، جاء الشخص الذي يلمس كل قلب. كم نعظمك يا رب في هذا الصباح، نريد أن نشكرك، نريد أن نرفع قلوبنا حتى نعبدك، نسجد بقلوبنا وأفكارنا أمامك. أنت حبيب القلب، أنت سيد هذه الكنائس كلها يا رب، أنت سيد بلادنا. نسجد قدامك يا ملك الملوك، يا رب الأرباب، يا سيد الأسياد. ما هذا الشرف العظيم الذي أعطيتنا إياه حتى نكون في محضرك يا رب. رغم نجاسة قلوبنا، أنت القدوس ارتضيت أن تأتي إلى وسطنا. رغم فتور عبادتنا، أنت ارتضيت أن تجلس على العرش في وسطنا. شكرا من أجل ابتسامتك، لأن ابتسامتك تشجع قلوبنا. شكرا من أجل دمعتك، لأن دمعتك هي التي تشفي جراحنا. شكرا لأنك جالس عن يمين الآب تشفع فينا، كل واحد فينا، بدون ما تترك ولا أي واحد، لأنك أنت الراعي الصالح، لأنك أنت المحب الألصق من الأخ. استخدم كلمتك اليوم حتى تبارك قلوبنا وحتى ترفعنا باسم الرب يسوع، آمين. نشكر الرب إلهنا، لأنه بالفعل الرب دايما طيب، الرب عظيم، الرب بيستحق أنه نعطيه وقتنا، بيستحق أنه نعطيه حياتنا. بحب بس أصحح إشي معين بسمع كتير مرات، بقولوا ناس بقولوا انخلق يسوع وقت ما انخلق يسوع. بليز ما تستخدموها، هاي هذا خطأ لاهوتي كبير. ولا حدا يقول انخلق يسوع، يسوع ما انخلق، يسوع انولد. فحداش يقول يسوع انخلق، إذا حدا بقول يسوع انخلق رح أزعل منه. فبليز قولوا انولد يسوع. طيب اليوم الكلمة بعنوان العائلة المقدسة، العائلة المقدسة. يعني ربنا أعطاني نعمة وبركة خلال الثمان أيام الماضيات، حكيت ثلاث مرات أو أربع مرات، فكان كل تأملاتي من لوقا إصحاح 2. ونشكر الرب اليوم كمان كان في قراءات من لوقا إصحاح 2، واليوم كمان رح نحكي من لوقا إصحاح 2، بس أنا رح أكمل يعني القصة. حكيت قبل عن الرعاة وحكيت عن زيارة مريم، واليوم أنا بدي أحكي عن العائلة المقدسة. فخليني أقرأ لكم، أنا بتعامل قاعد في مشروع مع دار الكتاب المقدس، بشتغل على ترجمة النص من المخطوطات اليونانية للغة العامية الجليلية. فبدي أقرأ لكم النص بطالع من الفرن، مش موجود ولا أي محل تاني، بس لإلكم. فنص جديد نتطلع عن العائلة المقدسة من لوقا إصحاح 2 من آيات 21 لآيات 52. ولما صار البيبي عمره 8 أيام، وفي نفس اليوم اللي بطهروا فيه الولد سموه يسوع. هذا نفس الاسم اللي أعطاه إياه الملاك قبل ما تحبل فيه أمه. وبعد ما خلصت أيام تطهير الخلفة اللي وصى عليها موسى، أخذوا يوسف ومريم يسوع وطلعوا على أورشليم عشان يقدموا للرب
وعشان يقدموا ذبيحة بحسب تعليمات الرب اللي بتطلب يمامتين أو حمامتين صغار، لأنه مكتوب في توراة الرب أول ولد بيطلع من بطن أمه هو ملك الرب. وكان في واحد في أورشليم اسمه سمعان، وهو زلمة حقاني وبخاف الله، وكان عم بيستنى وعد التعزية لإسرائيل، وكان الروح القدس نازل عليه وأعلن له الروح القدس إنه مش راح يشوف الموت قبل ما يشوف مسيح الرب. وجابوا الروح على الهيكل، وأجوا كمان يوسف ومريم وجابوا الطفل يسوع عشان يعملوا له زي ما بتطلب التوراة. وأخذ سمعان يسوع وحمله على إيديه وبارك الله وقال: يا سيد، طبعا سمعان بين متأثر بجليل فمعلش، قال له: يا سيد إسا وبحسب كلمتك اسمح إنه يموت عبدك بسلام، لأني شفت بعيني خلاصك اللي أنت جهزته لكل الشعوب، واللي هو النور اللي بيرشد الأمم، وهو الكرامة لشعبك إسرائيل. وكان يوسف ومريم متأترين باللي سمعوه عن يسوع، وباركهن سمعان وقال لمريم أم يسوع: انتبهي، لأنه هذا الولد بسببه رح يفشلوا أو ينجحوا كتار في إسرائيل، وهو علامة تحذير رح يقوموها عشان تنكشف خفايا قلوبهن، وبالنسبة إليك رح تتوجعي وكأنه سيف خزق قلبك. وكان في نبية ختيارة اسمها حني حنة، وهي بنت فنوئيل اللي من سبط أشير، عاشت مع جوزها 7 سنين بعد ما كانت بنت عزبية، وبعدين كانت أرملة 84 سنة، وكانت دايما في الهيكل، حياتها أصوام وصلوات وعبادة ليل ونهار. أجت في الوقت اللي أجى فيه يسوع وكانت واقفة عم تشكر الله، وصارت تحكي عن الطفل يسوع لكل اللي عم يستنوا تحرير أورشليم. وبعد ما عملوا يوسف ومريم كل اللي طلبوا الرب في التوراة، رجعوا على مدينتهن اللي في الجليل عن ناصري. وكان يسوع عم بيكبر وبينضج وكل الحكمة فيه ونعمة الله عليه. وفي كل عيد بيسح كان يوسف ومريم بيروحوا على أورشليم، ولما صار يسوع عمره 12 سنة طلعوا على أورشليم زي عادتهن في العيد، ولما خلص العيد رجعوا، بس الشاب يسوع ضلوا في أورشليم وأهله مش عارفين، كانوا بفكروا إنه هو مع القافلة. وبعد يوم سفر صاروا يدوروا عليه عند القرايب والمعارف، ولما ما لقوهوش رجعوا يدوروا عليه في أورشليم. وبعد 3 أيام لقوه قاعد في الهيكل ومحوطينه المعلمين وهو عم بيسمعهن وبيسألهن، وكل اللي سمعوه كانوا متعجبين من فهمه ومن أجوبته. ولما لقوه انصدموا وقالت له أمه: يا ابني شو اللي عملته فينا؟ تعذبنا أنا وأبوك وإحنا مندور عليك. فقالهن: ليش هيك عم بتدوروا علي؟ مش عارفين اني لازم اكون عند ابوي؟ وما فهموش شو قصده، ونزل معهن وراحوا عن ناصري. وكان يسوع بيطيع ابوه وامه، وكانت امه تكنز كل اللي بينقال جوات قلبها، وكان يسوع بينضج في جسمه وفي الحكمه والنعمه عند الله وعند الناس. امين. بدنا نتامل اليوم بهذه القصه، العائله المقدسه، العائله المقدسه. كثير مرات احنا في كنائسنا الإنجيلية بنحكي عن علاقة شخصية مع الرب يسوع، انه انا لازم يكون عندي علاقة شخصية مع الرب يسوع. وبالفعل انا في حياتي عندي علاقة شخصية مع الرب يسوع المسيح، وهذا مهم، مهم انه كل واحد فينا يبني علاقة شخصية مع الرب يسوع. اذا انت ما قبلتش الرب مخلص ورب، تقدرش تعيش معه في علاقة شخصية. لكن بكفيش انه نبني علاقة شخصية مع الرب يسوع. الله احنا ما حطنا بس افراد، الله حطنا ضمن عيلة، ولازم احنا نبني علاقة عائلية مع الرب يسوع. عشان هيك اليوم انا بدي اشجع الاهل بشكل خاص انه يهتموا بايمان وعلاقة اولادهم بالمسيح، وبدي أشجع الأولاد إنه كمان يكونوا مطيعين وخاضعين لأهلهم في المسيح. وأنا كتير مبسوط إنه اليوم كان في حركة أكبر للأولاد اللي في الكنيسة. الآن يعني بنشوف بهذا النص كيف حطوا، على الأقل ترجمة الفان دايك، حطمنا كأنه قصة يسوع قاعد بتتطور، يسوع قاعد بكبر، وبنشوف عيلته قاعدة بتتعامل معه. في 3 أشياء رح أحكي عنها في
أهمية عيلة يسوع، إيش سوت ليسوع نفسه كابنهم، إيش عملوا لإلهم. وهدول الثلاث أشياء اللي سووها ليسوع إحنا كمان مطالبين إنه نسوي زيها، لأنه يوسف ومريم هن زي مثال ونموذج لإلنا كيف اعتنوا بابنهم يسوع. بقولنا لوقا في إنجيله في آية 21، ولما تمت 8 أيام، تمت 8 أيام ليختنوا الصبي عشان يطهروه، سموه يسوع. احنا كتير في بلادنا منفكر كيف نسمي البيبي وهو في بطن امه، نبدأ نختار الاسماء. يعني انا بتذكر هيك كنا لما كانت دينا حامل وكنا نفكر انا وياها ايش نسمي البيبي. بالاول نعرف اذا ولد ولا بنت، وبعد ما نعرف يعني جنس الولد منصير نفكر. زمان ما كانوا يقدروا يعرفوا اذا ولد ولا بنت، ما كانش في ألتراساوند، فكانوا يفكروا على الشقتين، كانوا يفكروا اذا ولد بنسميه هيك واذا بنت بنسميه هيك، فكان يفكروا بالاسماء. بس كان في اختلاف بطريقه التسميه. عند اليهود في القرن الاول ما كانوا يسموا الولد اول ما ينولد، كانوا يسموا الولد لما يتطهر، لما يختتن، يعني إمتن؟ في اليوم الثامن. وحتى لو كان اليوم الثامن يوم سبت، كان بالنسبة لهم برضو بدهم يسووا الاختتان أو الختان في اليوم الثامن. ليه كانوا يفكروا؟ إيش يعني الفكرة؟ ليش يسموا البيبي في اليوم الثامن؟ لأنه بالنسبة لهم الاسم هو مش بس مجرد عنوان عشان النادي الشخص، نقول له يا فادي يا بطرس يا راني يا فلان يا علان يا علاني، مش بس عنوان الاسم. الاسم بالنسبة لهم هو رسالة من الله للبشرية. الاسم بالنسبة لهم هو هوية الإنسان الروحي. الاسم بالنسبة لهم هو الرغبة، الحلم اللي بيحلموه حتى يتم لهذا الشخص. فكان بالنسبة لهم انه يعطوا اسم هو قرار روحي، هو مش بس قرار تسمية عشان التسجيل، هو قرار روحي مبني في اطار العهد مع الله. عشان هيك كانوا يسموا الولد في يوم الاختتان. في ناس ربنا وفرها عليهم، أعطاهم ألتراساوند في الزمانات هداك، فمثلا مريم كانت عارفة أنه جايها ولد، وكمان يعني إليصابات كانت عارفة أنه جايها ولد، فهدول وفر عليهم السماء، وفرت عليهم الألتراساوند. وكمان مش بس هيك، وفروا عليهم كمان تعب يدوروا على اسم. يعني مرات كتيرة بنقعد ندور على اسم، بنحط لائحة طويلة من الأسماء، وفروا عليهم تعب يدوروا على الاسم. ومع انه يعني إليصابات اعطاها الاسم يوحنا اللي كان ما له اي علاقة بالعيلة تبعتهم. يعني تخيلوا واحد عربي يسمي ابنه تشينشان او شيء هيك، يعني بيكون ما له علاقة، غريب شوي. فكان غريب انه يسموا الولد يوحنا، ولكن كان معنى اسمه له علاقة بعمل الله. ونفس الشيء لما اجا يسوع وكان معنى اسمه مقصود. فمريم كانت عارفة. لما تمت 8 أيام، أنا بتذكر كان في واحد من قرايبنا اسمه يوحنا وما عنده أولاد، وكان على فراش الموت، وطلب من أمي، قال لها إذا أجاك ولد سميه حنا. فشوفوا كيف أنا مثلا كمان اسمي مربوط كأنه مع قصة معينة. ولما أجوا أولادي، إحنا كنا كمان كمسيحيين مؤمنين سمينا كل ولد من أولادنا كأنه رسالة من الله. عمانوئيل، الله معنا. جوناثان، هدية الله. كريستوفر، حامل المسيح. وكأنه كل مرة أنا بدي أنادي على أولادي كأنه أنا قاعد بصلي إنه رسالة الله اللي أنا قصدتها في اسمهم تتحقق في حياتهم. فمريم لما كانت نادي يسوع
ويوسف لما كان ينادي يسوع قاعدين شو بسووا؟ بحطوا فيه الرسالة أنت المخلص، أنت المخلص، وهو بيبي، هو بعده بيرضع، أنت المخلص. ولما كانت 8 أيام أخذوه للصبي يسوع على هناك حتى يتم الاختتان زي ما تسمى من الملاك. هذا الاختتان هو علامة عهد، هو علامة العهد. يعني في كتير عهود في الكتاب المقدس، منشوف في عهد الله كان مع آدم وحواء إنه بده يجي من نسل المرأة هذا الطفل، ومنشوف كمان عهد الله مع نوح وكانت العلامة قوس القزح، ومنشوف الله عهده مع موسى وكانت العلامة السبت، إنه السبت هو العهد، وعهد الله مع داود وكانت العلامة العرش، وعهد الله مع إبراهيم هو كأنه الينبوع اللي بده تطلع منه العهود الثانية. هذا العهد اللي كان مع إبراهيم كان جواب الله لكل مشاكل سفر التكوين من التكوين 1 لـ 11، كل المشاكل اللي صارت الله قال أنا نقيت إبراهيم حتى منه يطلع الحل. في مشاكل الموت، في مشاكل اللعنة، قال أنت يا إبراهيم من نسلك رح تيجي البركة ورح تيجي الحياة. فكأنه مريم أخذت يسوع حتى الاختتان هون حتى تتذكر عهد الله مع إبراهيم، وحتى تتذكر أنه البركة للعالم بدها تيجي من نسله ستتبارك جميع قبائل الأرض. ففي الاختتان قاعدين بتذكروا أنه يسوع هو رح يكون البركة لكل قبائل الأرض، وهو رح يعطي الحياة وملء الحياة. فإذن إحنا بدنا نربي أولادنا أول شيء نعطيهم أسماء منيحة. يعني في أنا عندي أحياناً طلاب من بلاد تانية أسماءهم شوي غريبة، تبقى هيك شوي صعبة مرات. فمرات إحنا بدنا نعطي أولادنا أسماء منيحة، وبدنا نربيهم على الإيمان الصحيح، إيمان العهد، إيمان العهد، إيمان يكون عندك علاقة مع الله عن طريق عهد بالعيلة. إحنا بدنا يكون عندنا عهد مع الله كعيلة، مش بس أنا كفرد، كعيلة إحنا عندنا عهد مع الله. يعني أنا لما باجي يعني بعمل عهد مع إنسان بقول له أنا بدي أكون أمين لإلك، وأنا بدي أكون أمين لعيلتي، وأنا بدي عيلتي تكون أمين لإلي، وأنا بدي أولادي يكونوا أمناء للقيم اللي إحنا نتبناها، وبدي أنا أكون أمين لأولادي للقيم اللي أنا حطيتها. فعشان هيك ضروري جدا نبدأ بأول شيء علمونا إياه اللي هو عمليا مريم أخذوه للعهد. تاني شيء العيلة مريم ويسوع أخذوا يسوع للهيكل، أخذوا يسوع للهيكل. الآن أنا قعدت أدور إنه هل كان لازم يخدوه على الهيكل؟ حسب الدراسات ما كانش لازم يخدوه على الهيكل، لكن كان الأشخاص اللي بيخدوه على الهيكل فقط إذا كان لاويين، وهو ما كانش من اللاويين، هو كان كأنه من سبة يهوذا. لكن مبين أنه مريم فكرت بهوية يسوع بصورة أكبر. بعد ما خلصت أيام تطهير الخلفة اللي وصى عليها موسى 40 يوم، تقعد المرأة 40 يوم في البيت، فقعدوا مع يسوع 40 يوم، وعشان هيك بقول النص ولما تمت أيام تطهيرها، تطهيرها بمعنى الشرع الناموس، راحوا على أورشليم ليقدموه للرب، ليقدموه للرب. هذه الجملة ممكن نترجمها بطريقة تانية، ليجعلوه يقف أمام الرب. وهذا المصطلح يقف أمام الرب عادة معناته يخدم الرب، وكأنه أخذوا يسوع حتى يكون خادم للرب، أخذوا يسوع حتى يكون في علاقة مع الرب، أخذوا يسوع على الهيكل، أخذوا يسوع على مكان الغفران، أخذوا يسوع على مكان العبادة، أخذوا يسوع على مكان الحلم تبع البشرية إنه تخلص، أخذوا يسوع على مكان الهوية الإيمان، أخذوا يسوع على مكان اللاهوت، أخذوا يسوع على مكان الإيمان. وضروري جدا إحنا كمان نأخذ أولادنا للمكان اللي بده يزرع فيهم الأشياء الصح، اللي بينمي فيهم النعمة، اللي بينمي فيهم البركة.
ضروري نحط الجهد احنا كأهل انه نبني اولادنا بهاي الطريقة. اذا مريم ويوسف قاعدين بيبنوا يسوع بهاي الطريقة وهو الكامل، كم بالحري نحن؟ شو المطلوب منا؟ فصعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب، انه كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، بمعنى انه هو رح يكون مخصص للرب، بمعنى انه هو رح يكون للرب. احنا لازم نيجي نقول اولادنا هدول للمسيح، نصلي انه يكونوا للمسيح، نباركهم انه يكونوا للمسيح، ندربهم انه يكونوا للمسيح حتى يكونوا خدام لله. انا بشوف كتير عائلات بحطوا جهد كبير في هاي الايام انه اولادهم يجيبوا علامات عالية في المدارس، برافو، مش غلط، لكن غلط انك ما تحط الجهد يكون اولادك عندهم علاقة مع المسيح. هقولكم شيء، المسيح اهم من المدرسة. انا مش قايل المدرسة مش مهمة، بس المسيح اهم، المسيح اهم. انا بالنسبة لي اولادي يطلعوا عندهم علاقة مع المسيح احسن من انه يطلعوا الاوائل ويكونوا ملحدين. كتير ضروري أحبائي إنه إحنا نحط الجهد. مريم ويوسف أخذوا يسوع إلى الهيكل وقدموا عنه ذبيحة. لو كان واحد غني ومقرش معه مصاري كان بيقدم خروف، بس مريم ويوسف على قد حالهم يا جماعة، على قد حالهم، هن عندهم كل السماء بس على الأرض عندهم محدوديات. عشان هيك الفقراء في العهد القديم كانوا بدل ما يقدموا خروف كانوا يقدموا يعني حمامي يمامي، وعادة بيقدموا تنتين يمامتين، واحدة ذبيحة خطية وواحدة ذبيحة محرقة، واحدة عشان تبني علاقة صحيحة مع الله وتقول انه احنا بالفعل علاقتنا منيحة، والتانية حتى تتكرس عبادتنا لله، ذبيحة المحرقة العلا هاي اللي بتطلع كلها لله حتى نكون احنا مكرسين لله. فهدول اجوا يعلموا يسوع منذ صغره، حتى مش مستوعب انه حياة التوبة مهمة، انه حياة التكريس مهمة، انه مهم انه احنا نعترف كأهل وكأولاد انه منغلط. انا مرات بغلط مع أولادي وبقول لهم متأسف، حتى انه نقدر نبني علاقة صحية بيننا وبين أولادنا كعائلة مقدسة. إذا أولادنا بفكروا إنه إحنا كاملين ومرات بنتروا من كنائسنا لأنه هن بفكروا إنه إحنا كاملين، إحنا علمناهم غلط. إحنا لازم نعلم أولادنا إنه إحنا منغلط ونتأسف لإلهم ونطلب منهم إنه يسامحونا ونفرجيهم إنه الرب بسامحنا وإحنا منسامحهم كمان. منعلمهم حياة التوبة ومنعلمهم حياة التكريس، منفرجيهم انه احنا بدنا نكرس نفسنا للرب مش لانه احنا كاملين، لانه احنا تايبين واحنا رجعين للرب واحنا قلبنا مكسور للرب. مريم اخذت يسوع حتى تقدم زي ما بيطلب الناموس يمامتين او حمامتين صغار، وانا متأكدة انه هي شرحت له ايش سوت فيما بعد، لأنه كانت دائما تحفظ هذه الكلمات وتكنزها في قلبها وتحكي له ليسوع، وهو من صغره كانت تحكي له وتربيه بهذا الإيمان. فإذا دخلنا أولادنا على العهد، دخلنا أولادنا على الهيكل. الشيء الثالث اللي منشوفه في هاي القصة من مريم ويوسف، دخلوا أولادهم على الشركة مع شعب الله، على الشركة مع شعب الله. في تنين ختيارية، شو خص البيبي يسوع مع هالختيارية؟ يعني مرات نخليه يلعب مع الأولاد اللي قده، بس في تنين ختيارية بس هن بركة، ونشكر الرب لأجل الختياريات والختيارية اللي هون. انتو شباب بالنسبة لبعنينا، بس معلش سمحوني إذا سميتكم ختيارية. في الختيارية البناتنا كمان بركة، ربنا حطهم وفي تنين ختيارية في القصة هون، ولأنه شاهد شهادة شاهدين حق بيحط لنا لوقا شخصيتين، ولأنه لوقا بحب إنه دائما يحط مش بس رجال، كتير بإنجيله بحط كمان نساء،
فهو بده يحط واحدة مرأة وواحد زلمة حتى يكون كأنه هذه الشمولية الموجودة. منشوف بالقصة الأطفال، منشوف الشباب زي مريم ويوسف يمكن، ومنشوف كمان الختيارية، كلهم بيطلعوا بالقصة حتى يعبدوا يسوع، حتى يعظموه. وأهلا وسهلا بكل الأجيال في بيت الرب. فمنشوف إحنا هون إنه هدول الختيارية التنين سمعان شخص بيقدر يبارك مريم ويوسف والطفل يسوع. إحنا مرات منكون في مواسم بحياتنا، وقتنا صعب، وضعنا صعب، نكون بحاجة لبعض. وأنا بشكر الرب من أجل الكبار بالسن، يمكن مرات مزبوط عندهم تحديات جسدية، بس يمكن التزاماتهم الاجتماعية والعائلية بطلت بنفس الضغط زي الصبايا الصغار اللي بيكونوا مخلفات، يمكن بيبيز صغار وبركضوا وراهن. كتير ضروري إنه نساند بعض كعيلة مقدسة. العيلة هي مش بس بالبيت، العيلة كمان بالكنيسة، نساند بعض. ومش بس بالكنيسة واحدة، بالكنائس كلها إذا شفنا كنيسة ضعيفة نوقف معها ونشجعها. كتير مهم إنه إحنا نساند بعض. أجا سمعان وأجا بقوة الروح القدس، الروح القدس اللي جابه، والروح القدس قال له مش راح تشوف الموت قبل ما تشوف مسيح الرب. وشو بيستنى سمعان؟ بيستنى تعزية إسرائيل. شو هاي تعزية إسرائيل؟ كلمة هيك غريبة شوي. تعزية إسرائيل هذه إذا بتفتحوا على سفر أشعياء 40 بيبدأ هناك بيحكي لنا عن تعزية إسرائيل، عزوا شعبي. هاي تعزية إسرائيل اللي بيستناها قاعد سمعان، اللي هي مجيء الله كخبر صار للبشرية كلها. وسمعان الله ربنا قال له مش راح تموت لحد ما تشوف الله متأنس. أنا بحبش أقول متجسد لأنه أكتر من جسد، هو متأنس صار بشر. لحد ما تشوف الله متأنس، لحد ما تشوف الله موجود كطفل بيبي. واو، الله يكون بيبي. طب ليه يعني؟ لأنه هذه هي طريق الخلاص. فيش خلاص بدون تواضع. الله نفسه تواضع حتى يعطيك الخلاص. وأنا وإنتوا إذا ما تواضعنا فيش إلنا الخلاص. التواضع أساسي للتقدم نحو الخلاص وللنجاح. أجا سمعان، ولما دخل يوسف ومريم حطوا البيبي في إيدين سمعان. الآية 28 تقول أخذه مش بمعنى إنه هو راح أخذه بمعنى استقبله، حطوه بإيديه. هن كأنه كمان روح الله قادم، شافوه بتطلع عليهم يمكن بطريقة مختلفة، وحطوا البيبي بإيديه. ولما حطوا البيبي في إيديه بارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا رب، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. وبدأ يعظم الله وبدأ بالفعل يحكي. ونفس الإشي منشوف بحنة النبي في تحديات بالترجمة، إنه هل حنة كان عمرها 84 ولا كانت أرملة 84 سنة؟ أنا بفكر إنه كانت أرملة 84 سنة، وكان عمرها تقريبا 105 سنين. يعني عمليا هذه تجوزت 14، قعدت 7 سنين متجوزة، وبعدين قعدت 12-7 84 سنة أرملة، وعاشت حياتها في كل الوقت تعظم الرب، مش بصوم وصلاة، حتى بالنص اليوناني بأصوام وصلوات. يعني عمليا قاعدة مش ملحقة واحدة ورا الثانية، وقاعدة بتصلي وقاعدة بتصوم وقاعدة بتنتظر الله، وفيها بركة قوية ومبين عليها حتى قاعدة بتوعظ، لأنه قاعدة بتحكي بالهيكل، بتحكي للناس. لمين؟ للبقية اللي بنتظروا فداء أورشليم. فداء أورشليم يعني تحرير أورشليم، يعني الناس هدول قاعدين بيستنوا، الرومان موجودين وبيستنوا التحرير، بس التحرير اللي الله بده يعطيه كتير أكتر، لأنه هو مش بس تحرير الجسم، هو تحرير الروح والنفس، هو تحرير البشرية من الخطية، هو تحريرنا من كل ضعف، من كل إدمان، من الكراهية، تحريرنا من الخوف، تحريرنا من الخطية. وأجت هذه النبية حنة وللهيكل وقابلت يوسف ومريم. ما تفكروا أنه يوسف ومريم
كان دايما حياتهم كلها عسل. في أوقات صعبة كانت حتى مع يسوع. مرات الأهل والأولاد بيكون في توتر بيناتهم. مبين إنه يوسف ومريم راحوا على أورشليم كعادة العيد، وابصر بالضبط إيش صار مش واضح. أنا بفترض إنه هن حطوا يسوع بالهيكل والتهوا وظلوا طالعين، وكان في قافلة رايحين، راحوا يوم سفر. أجت اتصارت الدنيا ليل، بدوروا على يسوع، 12 سنة عمره، شاب صغير، وينه يسوع وينه؟ مش مبين. تخيلوا مريم ويوسف كيف حسوا، يعني متوترين كتير. فرجعوا، الرحلة الرجعة أخذت يوم، هاي صار يومين. في اليوم الثالث راحوا ولقوا يسوع في الهيكل. فشو بتقول له أمه وأبوه؟ بيقولوا له يا ابن الهيك عذبتنا، شو اللي عملته فينا؟ أنا وأبوك كنا متعذبين. وأنا متأكد مرات في أهل بيكونوا متعذبين، وفي مرات بيكون في توتر بين الأولاد وبين الأهل. بس يسوع حس بأبوه وأمه، والنص كله بقولنا من بدايته، من آية 40 لآية 80 تقريبا، بحط ساندويش كبير إنه يسوع كان حكيم. يعني أنا إذا بدأ أترجمها هيك بلغتي العامية بدأ أقول كان عبقري في الروح، عبقري في الروح. يعني في ناس عبقري في الحساب، في ناس عبقري في الجغرافيا، في ناس، يسوع كان عبقري في الروح، كان عنده إمكانيات هو صغير، عشان هيك قاعد ومحوطينه المعلمين، كل البروفيسورية اللاهوت قاعدين وملخومين منه، يعني شو ماله هذا؟ كل ما بنحكي معه إشي قاعد بجاوبنا وبسألنا أسئلة ومندهشين، مش حدا يحكي، خلوه يحكي يا عمي، خلوه يحكي، لأنه كيف هو بفكر فيها هيك؟ هاي معناته أنه يسوع كان مدهشهم لهدول الناس. ويسوع مرات ربنا بعطينا أولاد بإمكانيات مختلفة، وكل ولد إمكانياته مختلفة، ومرات إحنا بكونش في هذا التواصل القريب مع كل ولد وقدرين نستوعب إيش بيصير معنا. بس حلو إنه يسوع أخذ قرار إنه شو سوي، يرد على أبوه وأمه ويمشي معهم الطريق ويروح للناصري، وبقول النص وكان بطيعهم، كان خاضعا لهما، كان بطيعهم. ولما كان يطيعهم العذاب اللي كان موجود عند أبوه وعند أمه، في آخر القصة منشوف إنه مريم قاعدة بتحفظ الكلام، وهي بدت تنمو وبدت ترتاح في علاقتها مع ابنها. أنا بدي أقول للأولاد، للشباب، ريحوا أهلكوا، أنتوا كمان عليكم مسؤولية، ريحوا أهلكوا، ما تكونوش دايما أولاد خاليين من الطاعة. ربنا بده كمان الأولاد يطيعوا ويكرموا أهلهم، هاي إرادة ربنا. ولما الابن والبنت بيكرموا أهلهم حتى لو كان عمرهم 90 ولا عمرهم 20، لما بتكرم أبوك وإمك الله بيكرمك، والله بيعطيك نعمة في حياتك. اليوم إحنا تأملنا في قصة العيلة، كيف نبني عيلة منيحة. قلنا بدنا ندخل أولادنا للعهد، قلنا بدنا ندخلهم للهيكل للعبادة، وقلنا بدنا ندخلهم لمعية الشعب وللشركة. فبصلي أنا إنه بالفعل إنه كل واحد فينا نصلي من أجل أولادنا ومن أجل أحفادنا، حتى الله يباركهم، وحتى نشجعهم يجوا على الكنيسة. مش نيجي بدون أولادنا، خلينا نشجع أولادنا وبناتنا يجوا على الكنيسة، وخلي بالفعل إنه هذا المكان يتعبى مش بس من الناس الكبار في السن، بدنا نشوف الناس الصغار واللي قاعدين بيعزفوا واللي قاعدين بيقودوا واللي قاعدين بيعطونا نعمة، بركة كبيرة هدول لإلنا. فخلينا نصلي من أجلهم ومن أجل أولادنا، وإن شاء الله 25 الشهر السنة الجاي تبقى هذه القاعة إذا سوينا هون ملانة مش بس بالكبار كمان بالصغار. خلينا نصلي مع بعض.
رب نشكرك لأنه كلمتك بتعلمنا في كل شيء، تعلمنا حتى نعيش مش بس إيمان لأنفسنا، نعيش كمان إيمان داخل العيلة. بصلي يا رب من أجل أولادي عمانوئيل وجوناثان وكريس حتى تباركهم يا رب، ومنصلي من أجل أولاد وبنات كل الأشخاص اللي في الكنيسة في كل الكنائس اللي في الناصري، منصلي إنك تبارك أولادنا يا رب، إنك بالفعل تخليهم جزء من العهد المقدس وتخليهم في بيتك وفي شعبك يا رب. إحنا بحاجة لإلك حتى تساعدنا نربي أولادنا بطريقة صح، فباركنا يا رب وأعطينا نعمة وأعطينا ندعم بعضنا البعض ونوقف مع بعضنا البعض حتى كل أولادنا وبناتنا يكونوا إلك بالكامل يا رب. منصلي إنك تبارك الحضور، تبارك كل شخص في هذا المكان، وتخلي كلمتك تنغرس في قلوبنا ونعيشها، مش بس نسمعها نطيعها كمان. باسم الرب يسوع اقبل صلاتنا، آمين. حتى وإحنا مش ساكتين وإحنا نرنم ونغني، أحب إنه أصوات بتكون أعلى من أصوات السماعات، ساعدونا أنطونا بوش وخلينا نفرح مع بعض، أمين. هيك في ناس نعساني ناس تعباني، بس خلينا هيك يكون يوم فرح، تمام؟ Thank you.
اللي قاعد في العيون